انطلاق الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة فبراير في عدد من المدن والمناطق. وفد من المجلس الأعلى للدولة يصل العاصمة المصرية القاهرة لبحث سبل دفع العملية السياسية. طائرات تابعة لقوات حفتر تشن غارات على مصنع التمور بمدينة هون وسط منطقة الجفرة. التاسعة بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس، وهذا حصاد إخباري، أهلا بكم. تستعد منظمات المجتمع المدني وأهالي مدينة جنزور للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 17 من فبراير، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للاحتفالات بالمدينة بتزيين الشوارع والساحات. فإن شاء الله سيكون هو عبارة عن احتفال مبسط جدا جدا نظرا للظروف ومنبوش إهدار المال العام، بيكون مبسط بعد صلاة الجمعة. الانطلاق إن شاء الله حيكون من أمام اتحاد منظمات المجتمع المدني بمسير وموكب احتفالي كبير جدا جدا، المسافة حوالي كيلومتر بيشارك فيه، بيكون المشاركة من جميع أطياف المجتمع، بتكون زي الأوبرا لفبراير وكيفية انطلاقها، بمعنى يعني الشعب تطلع انه بيدير وبيغير نظام وبيغير لدولة حديثة، فهذا بيعبر عليه الاول طبعا الكشافة وطلبة المدارس وطلبة الرياض الاطفال وطلبة الاندية الرياضية. الى ذلك اعلنت اللجنة المشكلة من المجلس البلدي سبها والخاصة بالتجهيز للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 17 من فبراير بدأ انطلاق الاحتفال بهذه الذكرى. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة مساء الثلاثاء على أن يكون الاحتفال الرسمي بالمناسبة عصر الجمعة. اللجنة المشكلة لتجهيز الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير للمواطنين الكرام ببلدية سبها بأنه سيقام احتفال رسمي كبير بهذه المناسبة يوم الجمعة القادم بساحة الاستقلال على تمام الساعة 5 مساء. وبذلك تدعو اللجنة المشكلة كافة المواطنين من رجال ونساء وأطفال إلى الحضور والمشاركة في إظهار الفرحة والبهجة بهذه المناسبة العظيمة. كما تعلن اللجنة أن الاحتفالات بهذه المناسبة قد بدأت منذ اليوم وتستمر حتى نهاية الاحتفالات، داعين من الله أن يوحد كلمة الليبيين ويجمع شملهم لبناء دولتهم. بالرغم من الأزمات التي يعانيها الجنوب عامة ومدينة سبها خاصة، لم يمنع ذلك أهالي المدينة من الاستعداد لإحياء الذكرى السادسة لثورة فبراير من خلال تزيين بعض شوارع المدينة برايات الاستقلال بمجهودات ذاتية. محمد البكوش وهذا التقرير. قبل ثلاثة أيام من قدوم الذكرى السادسة لثورة 17 من فبراير، بدأت مظاهر إحياء هذه الذكرى تظهر في شوارع مدينة سبها. الشيخ عبد السلام بن طالب، والذي يسمى بشيخ الثوار بمنطقة القردة، يفتح استراحته في كل عام للاحتفال بذكرى الثورة. احتفل بالعلم بالدرجة الأولى، هذا هو على أساس أن هو ليبيا هي اللي استقلت وحطت العلم اللي أنا رافعه، وهذا أنا فخر لي أن نرفع علم استقلال ليبيا. هنا تباع الرايات الوطنية على مختلف الأشكال، غير أن أسعارها مضاعفة عن السنة الماضية مع قلة المعروض منها. 3 دينار كان بجنيه ونص السنة اللي فاتت، وهذين كان بجنيه، ولا انتو ب3 جنيه. طوار ونقول بي ليبيا ونحبوها، والله اكبر ولله الحمد، ومساعدين الناس، ما انا مقصرين مع احد، حتى اللي ما عنده ياخذ، وعارفين البلاد وعارفين حال البلاد وعارفين ان البلاد سيوله ما فيها.
هل سيكون للأزمات التي يعيشها المواطن من نقص السيولة وقلة الأمن وغيرها تأثيرا على مظاهر الاحتفالات بذكرى الثورة هذا العام؟ لقناة ليبيا بانوراما، محمد البكوش، مدينة سبها. هذا وأفاد المجلس البلدي لمدينة البيضاء الأربعاء عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل فيسبوك بإلغاء الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 17 من فبراير وتأجيله إلى حين استقرار الأوضاع. وأكد المجلس أن هذا التأجيل جاء لأسباب أمنية بحتة حسب قوله. وفي السياق ذاته أخلى المجلس مسؤوليته عن أي احتفال أو تظاهرة تتم الدعوة إليها أو القيام بها. يبحث وفد رافع المستوى من المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني للرئيس محمد معزب بالعاصمة المصرية القاهرة مبادرة دول الجوار وسبل دفع العملية السياسية والخروج من حالة الانسداد. وأكد المكتب الإعلامي للمجلس أن الوفد سيناقش توسيع دائرة التوافق الوطني مع الأطراف الليبية في إطار الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات. يشار إلى أن زيارة وفد المجلس الأعلى للدولة للقاهرة تأتي بدعوة رسمية من الخارجية المصرية. تضمن لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء مناقشة اللقاءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية مع الأطراف الليبية اليومين الماضيين. وشدد السيسي حرص بلاده على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها على الأرض بحسب وصفه. هذا ونشرت اللجنة المصرية المهتمة بالملف الليبي اتفاقا بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز سراج وخليفة حفتر حول عدد من الخطوات لحل الأزمة. الناطق باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي نشر بيانا على صفحته الرسمية فيسبوك، جاء فيه العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير من العام القادم، مع استمرار عمل جميع شاغلي المناصب السيادية ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري. معالي السادة الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، في إطار استمرار جهود الدول الإقليمية في حل الأزمة الليبية والعمل معا على أرضية مشتركة تنهي الانقسام الحاصل، باءت الجهود المصرية بالفشل في جمع الأطراف الرئيسة في الحوار فايز سراج وحفتر للقاء. هي الزيارة الثانية لرئيس المجلس الرئاسي فايز سراج وخليفة حفتر للقاهرة لغرض اللقاء مع لجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني على الاتفاق السياسي الليبي. لم يجتمع الطرفان المعنيان معا بعد وصولهم الاثنين إلى القاهرة، ورفض حفتر الاجتماع بالسراج طارحا شروطا تتعلق بتعديلات واسعة في الاتفاق السياسي، إلا أن اللجنة المعنية استثمرت الزيارة بلقاء طرفين كل على حدة، وكانت نتائجه عددا من القواسم المشتركة بين الجانبين خاتمة ببيان يتضمن نتائج اللقاء. بيان لم يأتي بجديد، تلخص في 4 نقاط كان أبرزها وأهمها حث مجلس النواب على إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الأعلان الدستوري لمعالجة القضايا العالقة في بعض بنود الاتفاق بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة وغيرها، كتشكيل لجنة من المجلسين للنظر في بعض القضايا العالقة ببنود الاتفاق واعتمادها من النواب، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018 اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
ومعنا حول هذا الملف مصطفى خشيم أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس. سيد مصطفى، بداية زيارات في العاصمة المصرية القاهرة ومبادرة مقدمة من مصر يراها متابعين للشأن الليبي أنها باءت بالفشل، كيف تقرأ ذلك؟ نحييكم وشكرا على الاستضافة. الحقيقة هذه ليس أول اجتماع أو لقاء أو حوار بين أطراف الأزمة الليبية، ولكنه امتداد للقاءات سابقة استضافتها مجموعة من الدول الأخرى، منها دول شقيقة عربية ومنها دول أوروبية. وهذا اللقاء في الحقيقة يعكس عملية سياسية معقدة، هدفه الأساسي هو الوصول لقرار جماعي أو قرار بالأغلبية على بناء دولة القانون والمؤسسات، وهناك خلاف الحقيقة في هذا الشأن. طيب سيد مصطفى، أعذرني على المقاطعة، أشرت إلى أن هذا اللقاء يعكس وضع معقد في ليبيا، ما خلفية ذلك؟ خلفية ذلك عمق الخلافات بين الطرفين. هل يتم بناء ليبيا من خلال سلطة مدنية أم من خلال سلطة عسكرية أم من خلال سلطة ديمقراطية أو دينية؟ وهناك خلافات واضحة في هذا الشأن. أيضا صعوبة الوصول لقرار يغلب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة، صعوبة إقناع أي طرف بوجهة نظره للطرف الآخر، وعدم تقديم تنازلات حتى يتم بناء ما هو مستهدف أو ما هو متفق عليه، وأن هذه القرارات حتى وإن اتخذت هل تملك على أرض الواقع تطبيقا لها، أم أن هناك جماعات أخرى تم استثناؤها واستبعادها من العملية السياسية. فالعملية السياسية معقدة جدا، ويجب النظر إلى كل هذه الجزيئات حتى يتم تجميعها مع بعض، ويتم نقل ليبيا من مرحلة انتقالية إلى مرحلة بناء الدولة أي كانت صيغة الاتفاق عليه. نعم. طيب سيد مصطفى، اتفاق مقدم من مصر أو مبادرة كما نسميها مقدمة من مصر تحتوي على العديد من البنود، منها بند يخص مجلس النواب كذلك المجلس الأعلى للدولة، يأتي مباشرة بعدها زيارة لوفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للدولة. نعم. كيف يعني نعلق على هذا الموضوع؟ هي حقيقة جوانب أعتقد أنها شكلية أكثر منها جوهرية، عملية اللقاءات والزيارات. لكن الحقيقة احنا عندنا إعلان دستوري ينظم مسيرة البلاد، وهذا الإعلان الدستوري وضع خريطة محددة للبلاد، لم يتم الحقيقة تطبيقها أو لم ننجح في ذلك، وبالتالي الآن هناك مساعي لتعديلها بما يتمشى، ووجهات نظر حقيقة تغلب البعد الجهوي أو البعد الخاص على البعد الوطني، وليس هكذا تبنى الدول وتبنى دولة القانون. تحتاج إلى تضحيات، تحتاج إلى إقناع، تحتاج إلى اتفاق وقبول الآخر وليبيا للجميع، ويجب أن يشارك فيها الجميع. هذا هو نجاح المفاوضات. نعم. وهذا هو نجاح الحوار بالطريقة المثلى التي يجب أن يتم. طيب، على خلفية هذه اللقاءات سيد مصطفى، أنطونيو غوتيريز يلتقي بعبد الفتاح السيسي لبحث نتائج هذه اللقاءات، هل يمكن اعتبار ذلك يعني موضوع شكلي ايضا؟ لا، هو الحقيقه في اطراف كثيره تقدم يعني تسعى الى استضافه الحوار الليبي، وممكن يكون مصر في الوقت الحالي مؤهله لان تجمع هذه الاطراف، لان في قبول من بعض الاطراف او قبول من الطرفين، لكن القضيه ان مصر قد لا تكون مقبوله من بعض الاطراف الاخرى الفاعله في الارض، وبالتالي قد تكون الجهود أفضل في ظل البعثة الأمم المتحدة أو دول أكثر حيادية حتى نستطيع أن نخرج من عمق الزجاجة الذي الحقيقة نحن واقعين فيه منذ سنوات. نعم، أكتفي معك بهذا القدر سيد مصطفى خشيم أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس، كنت معنا عبر الهاتف.
هذا وقال عضو المجلس الرئاسي محمد عماري في بيان له الأربعاء إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج لا تمثل إلا شخصه ولا تعكس روح الوفاق. وأوضح عماري أن أي تعديل على الاتفاق السياسي يجب أن يكون ضمن الاتفاق ذاته وبالأليات المنصوص عليها، داعيا الجميع إلى الحوار ونبذ العنف ضمن شرعية الاتفاق السياسي. كما رحب عماري بالوساطات العربية والدولية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، رافضا في الوقت ذاته أن يكون الوسيط منحازا لطرف دون آخر على حد تعبيره. جدد السفير التركي لدى ليبيا أحمد دوغان دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية من أجل تحقيق الاستقرار. هذا وناقش دوغان الأربعاء مع عضو المجلس الرئاسي محمد عماري سبل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. يشار إلى أن السفير التركي أحمد دوغان باشر عمله من مقر سفارة بلاده بالعاصمة طرابلس نهاية يناير الماضي. حذر المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر الأطراف الليبية من تحقيق مكاسب سياسية باستخدام القوة، وأعرب كوبلر عن قلق البعثة من إنشاء أجسام عسكرية موازية، الأمر الذي اعتبره معرقلا للاتفاق السياسي. كما جدد كوبلر دعوته لبناء جيش موحد بتسلسل واضح للقيادة بحسب وصفه، مشيرا في تصريح نشر عبر الموقع الرسمي للبعثة إلى أن المرحلة تحتاج إلى حوار سياسي حيوي يقوم على مبادئ الشمول والتوافق وإلى جهود جادة لتحقيق المصالحة الوطنية. أكد مراسل ليبيا بانوراما في مدينة هون استهداف الطيران التابع لحفتر مصنع التمور غرب المدينة. كما أوضح المراسل أن القصف لم يسفر عن أي أضرار بشرية. يذكر أن مصنع التمور توقف عن العمل قبل أكثر من 10 سنوات ويعد من أكبر المصانع المنتجة للتمور في المنطقة الجنوبية. هذا وكانت كاميرا ليبيا بانوراما قد قامت بجولة في وقت سابق بمصنع التمور وسط مدينة هون بمدينة الجفرة وأجرت مقابلة مع أحد العاملين داخل المصنع. نتابع. والله بالنسبة لمصنع التمور طبعا موجود، والآن بالصورة والموجودين المصورين وقناة بانوراما، نشكر قناة بانوراما على التوضيح. الآن احنا في صالة الاستقبال والتعقيم، هذه بالنسبة لصالة الاستقبال، ويعني شوف انت بعينك بأم عينك يعني واضح ما فيه لا سلاح ولا فيه كيف ما يشاع المخربين والدوي اللي بيخربوا ليبيا والمصانع. هذه صالة الغسيل وتجفيف التمور وترطيب، هذه اللي ورانا اللي هي ترطيب التمور موجودة. حتى نفتح الثانية مش تظلي فاضية. ها مريها. فاضية لترطيب التمور. الصورة أبلغ من الكلام، زي ما تشوفوا الآن أمامكم في الشاشة المصنع عبارة عن آلات قديمة مهترية لم يتم استخدامها منذ سنين. المصنع كما قلت سابقا يعد من أكبر المصانع في الجنوب أو بشكل عام، وأيضا من أكبر المصانع في ليبيا. طلبت رابطة أهالي بنغازي المهجرين ومنظمات حقوقية الهيئات والمنظمات العربية والعالمية بضرورة الإسراع بإيصال مواد إغاثية عاجلة للمحاصرين في منطقة جنفودة وإخراج العائلات العالقة عبر ممر آمن، مشددة على ضرورة الكشف عن مصير المدنيين الذين سلموا أنفسهم لقوات عملية الكرامة في 24 من شهر يناير الماضي. ممرات للخروج الآمن للمدنيين العالقين في جنفودة شرقي بنغازي
وفك حصار خانق منع عنهم الماء والغذاء والدواء بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي ومنظمات حقوق الإنسان، هي جملة من المطالب التي وجهها رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي خلال لقائه بالممثل الأممي مارتن كوبلر لإيجاد حل عاجل للكارثة الإنسانية بحق النساء والأطفال وكبار السن. رابطة أهل بنغازي المهجرين من جهتها حملت المجلس الرئاسي وكافة الأطراف على الساحة السياسية الليبية مسؤولية جرائم قنفذة، وناشدت الرابطة المنظمات الإنسانية العالمية والهيئات الحقوقية بالتدخل لإنقاذهم، وطالبت بعدم التحجج بمواقف قوة حفتر الطرف الممانع لخروجهم بعد أن ثبتت جرائم تلك القوات. منظمة حقوقية كانت قد وجهت في وقت سابق هذه النداءات لإغاثة المحاصرين منذ أكثر من عامين، مما يعرضهم لخطر الموت بعد نفاد ما تبقى من غذاء وماء ودواء، مشددة بضرورة الكشف عن مصير المدنيين الذين سلموا أنفسهم لقوات حفتر في 24 من يناير الماضي. وأكدت منظمة التضامن الحقوقية على أن ما يحدث هو عملية قتل جماعي متعمد للمدنيين وفق الاتفاقية الدولية، مستنكرة صمت البعثة الأممية الخاصة بليبيا والمجلس الرئاسي، وطالبت مكتب النائب العام إلى الإسراع في التحقيق في قضايا الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة التابعة لعملية الكرامة ضد المدنيين في قنفودة. قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأربعاء بزيارة تفقدية للمستشفى المركزي بشارع الزاوية بالعاصمة طرابلس للاطلاع على وضعية المستشفى، حيث تفقد من خلالها عددا من الأقسام وأعمال الصيانة بالمركز، وناقش السراج مع الجهاز الطبي والفني الاحتياجات الطبية للمستشفى، وأشاد بالجهود المبذولة في خدمة المواطنين، واعدا بتوفير كافة النواقص التي يحتاجها المستشفى المركزي بأسرع وقت ممكن. كل شيء. قام النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتي رفقة وزير الدفاع المفوض المهدي البرغتي الثلاثاء بجولة تفقدية لمقر الكتيبة 302 التابع لرئاسة الأركان العامة بمدرسة الفروسية طريق المطار. تفقد مقار الكتيبة واستمع لشروح من أميرها العقيد البغدادي الحاج، الذي طلب وزير الدفاع بدعم الكتيبة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بصيانة المقار وتوفير احتياجاتها. وأكد الحاج على أن منتسبي الكتيبة هم من كل مناطق ليبيا وتقوم بالمهام المكلفة بها من قبل الوزارة بتأمين المنطقة باعتبارها المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس. يجيب للحصر كميات واحد وقيم المالية فحل الأسكان، هم بعدين يكلفوا الشركة. الحمد لله سمى غفط من خلال حتى منها تتدي خدمة العمل منها. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الأربعاء، أعلن عن إنشاء مركز جديد تابع للحلف في مدينة نابولي جنوب إيطاليا. وأوضح ستولتنبرغ أن الخطوة ستساهم في تقييم ومعالجة التهديدات بالمنطقة، كما سيتم العمل من خلال هذا المركز على استكمال جمع المعلومات الاستخباراتية التي تجمع أو تجمع في المقر الرئيسي للحلف ببروكسل. هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. البدء في منح أذونات الصرف من ميزانية العام 2017 لتغطية احتياجات المناطق. استعدادات للبطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم المصغرة في تونس.
نتمنى تصفى القلوب وتعود المحبة بين الناس زي السابق. رسالة نوجهها لكافة الليبيين إخوان الليبيين في جميع المناطق إلى التسامح والحب والمواخاة. نصيحتي لنفسي ولكل الإخوة أن يسعى كل منهم في الإصلاح، فهذا هو واجب الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على دينه وتقواه، وإحنا إن شاء الله ربي يلمهم للشمل، والله يوجع فينا اللي يموت واللي دع. نلموا شملنا، نتسامحوا، ننسوا اللي فات ونبدو من جديد. حيث تتسارع الأحداث وتتلاحق، نكون هناك، نتقصى الخبر، وعندما تختلط الأوراق نبحث وندقق، نستفسر ونتساءل ونستطلع كواليس صناع القرار. نسلط الضوء على الأحداث ونوثق تفاصيل الخبر. الأخبار من كل الزوايا على ليبيا بانوراما. انطلاق الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة فبراير في عدد من المدن والمناطق. وفد من المجلس الأعلى للدولة يصل العاصمة المصرية القاهرة لبحث سبل دفع العملية السياسية. طائرات تابعة لقوات حفتر تشن غارات على مصنع التمور بمدينة هون وسط منطقة الجفرة. أهلا بكم من جديد. أفادت الشركة العامة للكهرباء بقيام مجموعة مسلحة الثلاثاء بالهجوم على مقر إدارة الربط الشبكي للشركة بمنطقة السواني في طرابلس. وأكدت الشركة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل فيسبوك أنه قد تم إجبار مدير الإدارة بفصل منظومة الربط الشبكي عن المنظومة الرئيسية، مشيرة إلى أن فصل المنظومة سيؤدي إلى إرباك العمل الإداري والمالي وعرقلة سيره. يذكر أن المنظومة تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة من شؤون إدارية ومالية ومنظومة المخازن. ومعنا حول هذا الموضوع عبر الهاتف محمد الذكوري مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء. سيد محمد، هجوم مسلح على إدارة الربط الشبكي للشركة بأسواني، حدثنا عن حيثيات هذا الموضوع، وهل عرفتم الجهة المنفذة لهذه العملية أو الهجوم؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا أستغرب صراحة من هذا الكلام وأنفي نفيا قاطعا بما ورد. وأنا كنت بمكتبي في دوام رسمي من الصباح وخرجت تمام الساعة الرابعة مساء، وبالعكس اليوم يقوم العاملون بالمبنى الرئيس السواني بوابة الجبس برفع عرايات الاستقلال على المباني والتجهيز للاحتفالات بالذكرى السادسة ل 17 فبراير، وسوف نقوم بمقاضاة بإذن الله من نشر هذا الخبر في صفحات التواصل الاجتماعي. وأنا أريد أن أقول أن الصفحة الرسمية للشركة العامة للكهرباء هي دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء يا أخي، يجب الانتباه وسائل الإعلام بأن الصفحة الرسمية هي صفحة دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، والشركة العامة للكهرباء غير مسؤولة فيما يكتب من الصفحات الأخرى.
نعم، إذا سيد محمد تؤكد أنه لا يوجد الآن أي تخريب داخل مقر الإدارة. نعم نعم نعم. طيب سيد محمد، حدثنا عن سير العمل داخل الإدارة وكذلك القدرة الإنتاجية المقدمة من قبل الإدارة. اليوم ولله الحمد الإنتاج المتاح 5200 ميجاوات، الأحمال المتوقعة 6200 ميجاوات، العجز 1000 ميجاوات، ولكن طبعا هذا العجز يعني إذا تعاون معنا المواطن الكريم وربات البيوت وأولياء الأمور في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية سوف لن يكون هناك عجز على الإطلاق، وسوف نسهل الموضوع على المواطن الكريم. أي إذا قام المواطن الكريم بإطفاء سخان واحد في بيتي سنوفر معا 829 ميجاوات، وهي كافية لتغذية حوالي 166 ألف مسكن. وإذا قام بإطفاء المصابيح الخارجية للمنزل سنوفر 221 ميجاوات، وهي كافية لتغذية حوالي 44 ألف مسكن. إذن المواطن إذا قام بمسؤوليته وساهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية سوف لن يكون هناك عجز، والشركة العامة للكهرباء عازمة على رفع هذه القدرة بإذن الله. نعم. إلى 6000 ميجاوات. أشكرك سيد محمد أتكوري مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، كنت معنا عبر الهاتف. تسبب انفجار عبوة ناسفة بالمحطة رقم 304 بالمسار الرئيسي لمنظومة الحساونة تابعة لجهاز النهر الصناعي، تسبب في تضرر صمام الهواء بشكل كامل. وبحسب مكتب الإعلام بالمنظومة فقد باشرت فرق الصيانة عملها واصفا هذه الأعمال بأنها جرائم ضد الإنسانية. تجدر الإشارة إلى أن منظومة النهر تعرضت أكثر من مرة لأعمال تخريبية مما تسبب في توقف ضخ المياه أكثر من مرة على عدة مدن. أما أخبار الاقتصاد وفيكم بها الزميل وئام التائب، إليكم. شكرا لك محمد. مشاهدينا، في جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم، وصلت مطار معتيجا بطرابلس الثلاثاء شحنة جديدة من العملة الورقية والتي قدرت ب 250 مليون دينار، وسيقوم المصرف بتوزيعها على مختلف المصارف التجارية في البلاد. وتعتبر هذه الشحنة هي ثالث شحنة يتلقاها المصرف خلال هذا الشهر، حيث سبقتها شحنتان الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الشحنة ضمن السعي المركزي لتوفير السيولة النقدية والتخفيف من حدة الازدحام وتمكين المواطنين من سحب احتياجاتهم المالية. أعلن نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معتيق عن البدء في منح أذنات الصرف من ميزانية العام 2017 التي اعتمدت مؤخرا لتغطية احتياجات المناطق وحلحلة المختنقات التي تواجهها إضافة إلى القطاعات الأخرى. جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي انعقد الأربعاء بمدينة صبراتة بين عمداء بلديات الساحل الغربي ووكلاء وزارات كل من الحكم المحلي والعمل والمواصلات ورؤساء الأجهزة والمراكز والإدارات والمصالح التابعة لحكومة الوفاق. عقد بقاعة الاجتماعات بديوان المجلس البلدي صبراتة الثلاثاء اجتماع ضم المجلس البلدي ومديري المصارف التجارية بالبلدية لمناقشة وضع آلية لتوزيع السيولة النقدية على المواطنين. واتفق المجتمعون على تحديد قيمة السحب بعد استلام المصارف للكشوفات والسكوك من القطاعات العاملة في البلدية على أن يتم صرف السيولة بقيمة موحدة بجميع المصارف. وتضمن الاجتماع مناقشة آلية الصرف لأصحاب المعاشات الضمانية وفائض الملكات الوظيفية من خلال التواصل مع الجهات التي يتم صرف مرتباتهم عن طريقها.
أفادت الشركة العامة لكهرباء الأربعاء بتعرض محطة الجامعة القديمة ببنغازي إلى السرقة والعبث بمحتوياتها. وأضافت الشركة أن العملية تلت انتهاء أعمال الصيانة بالمحطة التي كانت من المفترض شحنها خلال الأيام القادمة بعد توقف عن العمل دام لسنتين. أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرس استمرار جهودهم من أجل توفير الزيوت المحركات داخل محطات الوقود بالعاصمة طرابلس وما جاورها، وأن أسعارها لن تتجاوز الدينارين للعلبة الواحدة. وقال الهجرس في تصريح صحفي الأربعاء إن أسعار الزيوت بمحطات الوقود ستكون مدعومة، وأشار إلى أن شركة البريغا وفي إطار الحد من تهريب الوقود والزيوت خارج الحدود خاطبت النيابة العامة لردع المتورطين في هذه القضية. هذا وعقدت شركة البريغا لتسويق النفط اجتماعا مع شركة متخصصة في مجال السلامة والإطفاء والبيئة بحضور رئيس لجنة الإدارة بالوكالة ومدير عام الموارد البشرية بالشركة، حيث تم تقديم عرض مرئي مفصل عما تقوم به الشركة بحضور المختصين بشركة البريغا في مجالات السلامة والإطفاء والتشغيل والشؤون الفنية. ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة للرفع من مستوى موظفيها ومستوى مرافق الشركة بالتعاون مع الجهات التدريبية. عقد الأربعاء بمقر وزارة المواصلات اجتماع ضم وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق الأربعاء واللجنة المكلفة من قبل وزير التعليم بحكومة الوفاق بشأن متابعة برنامج طلبة الطيران المدني المفادين بالخارج، وكذلك اللجنة المكلفة من قبل وزير المواصلات لمتابعة الملف. وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات التي اتخذتها اللجنة بالتواصل مع الأكاديميات المختصة في المملكة المتحدة والسفارة الليبية في لندن لمعالجة المشاكل التي تعيق تنفيذ البرنامج التدريبي للطلبة المفادين. دعا عميد بلدية زليط المفتاح حمادي وزارة الداخلية إلى إكمال الإجراءات لتنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقبة بالبلدية واعتماد الأعمدة التي سيتم تركيب الكاميرات عليها. وقال حمادي في تصريح صحفي له إن الشركة المنفذة للمشروع قد بشرت ببعض الأعمال بالمدينة، وأشار إلى أن المجلس البلدي تكفل بمصاريف تجهيز 6 محطات للمراقبة في انتظار إكمال باقي الإجراءات. قام المجلس البلدي سوق الجمعة الاثنين بتسليم موقع مشروع صيانة ورصف طريق جامع الصقع الرابط مع طريق الخدمات. يأتي هذا المشروع بناء على الاتفاق المبرم بين البلدية مع الشركة المنفذة، وقد شرعت الشركة بتنفيذ الأعمال بأرض المشروع. هذا وقام مدير مطار بنينة عبد الله البرغتي أو قال إن نسبة إنجاز صالة الركاب في المطار بلغت حوالي 70%، إلا أن الفترة الزمنية لاستئناف العمل في المطار من جديد غير محددة بعد، حيث أكد البرغتي في تصريحات صحفية إن المطار ما زال يحتاج إلى تجهيزات أخرى ومعدات تشغيل لم تتوفر بعد كجهاز كشف المتفجرات وأجهزة لتفتيش الحقائب، بالإضافة إلى أجهزة تشغيل ببرج المراقبة. نهاية الفقرة الاقتصادية والعودة الآن للزميل محمد الجازبي. شكرا لك وئام. نظم في مدرسة الشروق الثانوية بمنطقة البخ الأربعاء حفل تكريم لأهل الخير والإحسان. الحفلة حضره عدد من أهالي وأعيان المنطقة بالإضافة إلى مديرية أمن القطرون واللجنة الأمنية بالمنطقة وعدد من طلاب المدرسة والمدرسين. وتخلل الحفلة عدد من الكلمات تمحورت جلها حول تقديم واجب الشكر للجان الأزمة في القطرون.
تبع مؤسسة المجتمع المدني. نشكر جمعية شباب الغد على هذه المبادرة الطيبة، ونتمنى أن تتكرر هذه المبادرات مش فقط يعني من جمعية شباب الغد، ولكن أن كل جمعيات وكل مؤسسات المجتمع المدني أن تحدو حدو هذه الجمعية لتكريم اللي هم الناس اللي قاموا في هذا الوقت الصعب على تقديم الخدمات وتوفير الأمن والأمان، توفير الخدمات للناس مثل الكهرباء وأيضا مثل الاتصالات وإلى آخره. ونشكرهم جميعا، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أيام قليلة ويتم اختيار لاعبين جدد يمثلون المنتخب الليبي في لعبة كرة القدم المصغرة استعدادا للبطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في تونس، حيث انطلقت تدريبات اختبار اللاعبين منذ الثلاثاء في مدينة مصراتة. إبراهيم العبدلي والمزيد من التفاصيل. اتحاد جديد للعبة قديمة، كرة القدم المصغرة، تلعب في أرجاء ليبيا دون لوائح وقوانين. والآن اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة تضع لوائحا تنظم هذه اللعبة، وتبدأ في تكوين منتخب وطني استعدادا للمشاركة في البطولات الخارجية. بعد تقريبا شهر ونص بطولة افريقيا لكرة القدم المصغرة المؤهلة لكأس العالم، طبعا هالبطولة هذه حتقام بإذن الله في تونس بمشاركة، كانت في البداية 6 فرق توا 8 فرق. احنا وضعتنا القرعة المنتخب الليبي، جتنا مع المنتخب التونسي ومنتخب ساحل العاج، والمتأهل من المباراة بين بوتسوانا ونيجيريا. أول تجمع للمنتخب الوطني انطلق بمدينة مصراتة. 43 لاعبا من عدة مدن ليبية تقدموا للمشاركة. سيتم اختيار قائمة ب16 لاعبا من بينهم يمثلون المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا بتونس في أبريل المقبل. هذه القائمة ستكون هي قائمة المبدئية وليس النهائية، سيكون المنتخب بإذن الله في عدة جولات ومباريات في عديد المدن لاختيار وضم العناصر الجيدة في كافة المدن. أيضا سيكون إن شاء الله هناك تجمع آخر في مدينة طرابلس في الفترة القادمة، ثم معسكر خارجي بدولة تونس. في نفس اليوم انطلق الملتقى الأول لحكام كرة القدم المصغرة بمشاركة 27 حكما وعشرة مراقبين من عدة مدن ليبية، ويستمر الملتقى لثلاثة أيام متتالية، يتضمن محاضرات عملية ونظرية يلقيها المدرب الدولي معز بن سالم. إن شاء الله حنستمر في الشغل خطوة بخطوة، مديرين خطط مستقبلية وخطط في الوقت الحالي، فكنا في الخطة الحالية أن كنا جبنا حكام يعني صغار في السن وحكام لهم باع وليهم خبرة شوية. منتخب جديد يضاف للمنتخبات الرياضية الممثلة لليبيا، وأمل في تحقيق انتصارات وألقاب في المحافل الإفريقية والدولية. إبراهيم العبدلي، ليبيا بانوراما، مصراتة. نهاية 9 وإلى عناوينها. انطلاق الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 6 لثورة فبراير في عدد من المدن والمناطق. وفد من المجلس الأعلى للدولة يصل العاصمة المصرية القاهرة لبحث سبل دفع العملية السياسية. طائرات تابعة لقوات حفتر تشن غارة على مصنع التمور بمدينة هون وسط منطقة الجفرة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.